صباح الخير شاب. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. خبرنا شو محضر لنا اليوم؟ في ثلاث وصفات رح يكونوا لبنانيه، ثلاثه تون يعني. اوكي، فعنا اول شيء العدس بحامض. اوكي، اللي مطالبين صرنا بالاكل اللبناني كثير، واليوم رح نبلش الجمعه فيها. العدس بحامض وكمان الموجودين بالبيت كمان، صح خصوصا يعني بهذا الطقس البرد كثير. مزبوط. وعاملين لهم كمان محشي سلق، ورح نعمل لهم حد محشي سلق، يعني رح نسلق السلق ورق السلق موجودين معنا، رح نسلقهم ونلفهم، يعني كيف الورق عريش بس سلق، ورقة سلق يعني، ورح نعمل حدهم كمان لبن هيك، يعني 100% أكل لبناني بامتياز. وآخر شيء رح نعمل دسير زنود الست، مش رح نحشيها بالقشطة، رح نحشيها بالكريم تشيز وكذا، بس رح نعطي فكرة كيف قدرين نحن نعمل دسير هيك مهضوم كمان بمكونات موجودة بالبيت. بس خلينا نحكي شوي شو هن المين انجريدينتس لهذا الطبق. طبعا إذا بدنا نعمل، أول شيء بدنا نعمل حشوة السلق. طبيعي هي حشوة السلق قريبة كتير على محل التبول، يعني محل البرغل. أوكي. محل البرغل يعني رح يكون ما فيها برغل، بيكون فيها البصل والبندوره وزيت زيتون والبقدونس. عرفتي كيف؟ يعني مشيل البرغل منه، نفس الحشوه بتكون. رح نعملها قاطعة نحن، ما فيها لحمه ولا فيها شيء. اوكي، والعدس بحامض معروفه كمان اكيد، كمان رح احط لها ضلوع السلق والعدس، وكمان في الجزر وبطاطا واكيد الحامض طبعا اخر شيء، مزيد الحامض كرمال نعطيها النكهه لانه تسميه على اسمها. بشو اي اكله حنبلش فيها بالاول؟ رح بلش بالحشوه واسلق الورق. اوكي، ونعمل الحشوه ونبلش من نلف، يعني في لف ورق عريش اليوم. في وقت، ما حتاخر عليكم مشاهدينا، معكم الشيف فهد يعلمكم بالتفاصيل. والعدس بحامض كمان نبلش فيها ستيب باي ستيب، بنمشي باراليل يعني. مزبوط. اوكي يلا، شكرا. ميرسي مايو. صباح الخير، اليوم انطلاقه نهار تنين، اليوم رح نبلش اكيد اطباق لبنانيه. رح نعمل المحشي، محشي سلق، ورح نعمل كمان قلنا العدس بحامض. اول شيء طبعا بدي بلش اول شيء بالحشوه، وارجع باراليل كمان بلش اسلق الوراق. رح اقرب اول شيء ورق السلق يلي نحن جايبينهم معقمينهم منطفينهم وكل شيء. انا بشلت منهم الضلع، الضلع يلي رح استعملهم ضلوع بالشوربه، ورح كمان استعملهم بالطبخ. بس انا بدي اطبخ، بحط كعب الطنجره ضلوع السلق مع البندوره كرمال نعمل اكلتنا وتطلع ما تحترق من تحت ما تلزق. هلا الورقه الكبيره طبعا بنقصها اثنين وبنزلها بالمي اللي عم تغلي هون قدامي. من بعدها رح شيلهم انا، حطهم على جنب. ارجع بلش بالحشوة. الحشوة مثل ما قلنا قريبة، كلكم تعرفوا ستات البيوت انه هي قريبة تبولة بس بلا برغل، حامض وزيت زيتون بصل بندورة بقدونس. انا مقطعهم كلهم هون حدي كرمال بلش فيهم. هون الكمية كلها رح اسلقها وارجع اسحبهم، ما بدها كتير يعني لانه كتير هي ورقة بطر، يعني بتحسيها كتير هيك ناعمة وفلافي، ما بدها كتير يعني سلق، يعني بننزل بنطلع غير عن الملفوف غير عن ورق العنب. هلا رح سقطهم كلهم، نرجع منشيلهم. هيك أكلة بتدفى وطيبة مع اللبن حده. هلا اول ستيب عملناها انه انا عم بسلق الورق. هلا تنعمل عدس بحامض، لانه نحن عم نمشي باراليل على طول نفس المكونات عم نستعمله وين ما كان. هلا اول شيء عندي كمان هون مقطع انا ورق سلق مقطعون، رح استخدم هيدي الطنجره. في عندي العدس حدي كمان كرمال نعمل اكلتنا. اول شيء طبعا بدي احط مي، لتر من المي. بيا تبلش تغلي. اول شيء بنعمله رح نسقط العدس وورق السلق
بهيدي الطنجره يلي حطينا لتر مي. هلا كمان اللتر الثاني رح نستخدمه بعدين بس نزيد نعمل قليه، بدنا نعمل قليه البصل والثوم كرمال نعطيها نكهه للعدس بحامض. كمان برجع بزيدهم كلهم مع البطاطا والجزر. ثاني ستيب يعني اول شيء بس يستوي العدس ما بحط الورق السلق، هول تو ايتم مع بعضهم اول شيء تينسلقوا. هي اول ستيب من العدس بحامض. نرجع اخر شيء بنحط الحامض طبعا الملح والبهار. هلا انا هون ما بدي كثير طول عليهم دغري يعني سلقه خفيفه دغري، اول ما تبلش تغلي رح شيلهم دغري ارجع ردهم على المصفاي وارجع بلش بالحشوه. خليهم هون حتى هون حد الطنجره. طبعا بنجيب مصفايه وجات عنا كرمال نبلش نحط نعمل حشوه. ليه انا حاطط مصفايه؟ كرمال انا الزوم رح ينزل من هالحشوه اللي عم بعملها، كمان بدي استخدمهم فوق العدس بحامض حطهم هيك اخذ النكهه منهم. طبعا هنبلش بصل مفروم الناعم اليابس اول شيء رح نزلهم كلهم. عندي كوب رز مصري كمان مغسل. هيدا رز المصري حطيناه حبة صغيرة، كل شيء محاشي فينا نستعمل رز المصري، كسر الرز كمان ما في مشكل، كل شيء محاشي كل شيء حبة صغيرة مثل هولي بيمشوا للمحاشي ما في مشكلة فيها. أكيد ما فينا نحشي بالرز المصري أو بالرز الأمريكاني أو بالرز الإيطالي. هلا نحط البندورة كمان مفرومة، يعني نحن مثل ما قلنا عم نعمل تبولة بس رز محل البرجر. هيدي البندورة، هيدي البقدونس مفرومة ناعمة كمان. هولي بقدونس. طبعا بدنا الحامض زيت زيتون ملح. حامض زيت زيتون ملح سبع بهارات. هيدا الحامض، هذا سبع بهارات، زيت زيتون وملح. هقرب انا بين الكبير، حط زيت زيتون سوري. هذا الحامض المعصور فريش. ملعقة ملح صغيرة. طبعا سبع بهارات. هيدي حشوة السلق. طبعا كيف نجبل التبولة؟ حنجبل هلا نقعة اللي عم نعملها او الحشوة هيك بكف ايدنا. هيدي الطريقة مثل ما قلنا انا حطيتهم بمصفاية كرمال كل شيء خلاص عم ينزل لتحت بدي استخدمه معي. هيدي هي الحشوة. هلا في ناس بحطوا سماء او دبس الرمان صار اختياري، انا عم بعملها السمبل عادي الكلاسيكية ما رح اعمل شيء زيادة. هلا هون حشوة جاهزة، الورق بدي بلش شيلهم، مثل ما قلنا ما بدهم كتير وقت لأنه ورقة بكون سوبر رفيعة فاين باتر يعني كتير هيك رقيقة وحساسة. رح بلش شيلهم أنا. هون بلشت تغلي المي حدي كمان، رح سقط العدس ونسقط الورق السلق. هلا هون حدي شفتوا المي عم تغلي،
رح بلش. رح نزل ورق السلق مقطعهم انا، في معهم ضلوع من تحت كمان اللي ببينوا علينا. هلا طبعا سلق ورقه بتكون هي الكبيره مع الضلع تبعها، بنقصها بالنص، بنرجع بنفرمها يعني بهيدا الحجم، يعني كرمال واحد بطريقه الاكل يكون مرتاح، لانه هيدي هي ما بدنا تكون حجم كبيره، حجم صغيره قد الخسه اللي بنفرمها وقت ما نقدمها او نعمل سلاد، يعني حجم متوسط. والضلوع معروفين، هول الضلوع، ضلوع السلق طلع بنقصه بورشن صغيره كرمال كمان يستووا بسرعه. هلا هون نحن حطينا، نحط العدس هلا، نحن عم نعمل عدس بحامض، عدس الاسمر طبعا مغسل، منظف ومنقى. حط لهم شوية ملح، بدنا ينطبخوا مع بعضهم، ينسلق العدس مزبوط. بس نحس العدس يعني بلش فينا ينقرش، ساعتها رح زيد انا مرقة الدجاج وزيد عليها البطاطا والجزر وكيف باقي المكونات. انا بدي كفي شيل الورق، انا اجيب طنجرة هلا، نحط ضلوع بكعبة مع البندورة، البندورة بنقصهم بطريقة رونديل، تنبلش نلفلف ونحطهم نطبخهم، هن بدهم ساعة من الوقت. هلا بنشوف طريقة كيف، هيدي ما بتسوى كبه. ما شايفين انا بقدر احط ايدي بالماي لانه ماي دجاج عم تغلي، وبس نحط نحن الورق دغري هن رح يبردوا، يعني رح يكسروا حرارة الماي. هلا انا رح افردهم على صينية كمان. هلا خلصنا نحن سلق، هيدي هون هلا بدي افرد عليها الورق. صار عندنا هون مصفيتين. هلا بدي اجيب طنجرة، بدي احط بكعبها ضلوع السلق والبندورة، بدي اقطعهم رونديل. في حد انا هون ضلوع السلق اللي باقيين شلناهم من الورق، نتركها هيك على حجمها، نقصها اثنين، هو الدولار رح قصه اثنين حسب الطنجرة عم نستخدمها، رح وزعهم بكعب الطنجرة كرمال ما يلزقوا، كرمال ناخد نكهة منهم. في عندنا كمان دسير اليوم، رح نعمل كمان سلاد اللبن مع الخيار والنعنع والثوم، أكلة هيك طيبة، وجبات لبنانية هيك اشتقنا لهم. طبعا أكيد كلكم عم تعملوا السوق والعدس وكل شيء، بس نحن عم نمشي ستيب باي ستيب هيك كرمال نعرفكم شو المكونات عم نحطها وكيف الطريقة كرمال يطلع معنا شيء طيب. هون انا طفينا الغاز، هلا بدي اعمله، حطيت انا الضلوع، بدي اجيب بندوره مستويه الحمراء كمان بقصهم طريقه رونديل، احطهم بكعب تحطهم بكعب الطنجره كرمال ناخذ هيك النكهه، نكهات طبيعيه من البندوره. نقطع ونوزع ونصفهم صف كرمال بدنا نعمر من بعضهم. هذه الطريقة
غير انا اللوحه شويه. هلا بما انه الحشو صار جاهز عنا، هون ضلوع خلص دورهم، نبلش لف. رح لف انا بلش، بس خليني افرد قبل الورق. يعني كل ست بيت بحس نفسها موجود معنا هلا، يعني جد هيك اكله بحسيها لبنانيه بامتياز وضيعويه يعني اكثر ما. هلا منشيل ملعقه كبيره من الحشوه، منحط على نص الورقه، طبعا اذا شي ورقه هيك نظبطها شوي قصه نظبط فيطلعوا حبه واختها. هلا انا رح وسع شوي قدامي هون حشوة تك حدي ورق هيك هون تنبين تبين كل شيء قدامكم. هلا انا رح بلش لفلف محشي سلق الطريقة تطلع مبرومة، ونحطها هون. هلا على طول ميل الناعمه لتحت، يعني قصدي ميل الناعمه لتحت وميل الخشنه لفوق. هلا كميه الحشوه كل شخص بحبها حبه كبيره حبه صغيره، كل واحد هو راحته. تمام نلف حطهم جمعهم حد ضبط شوي الورقة وشكلها هيك مربعة. نقوا ورق ما فيهم ضلوع كتير، هو رح شيلهم بلش صف انا هون. نفس الطريقة ملعقة كبيرة نحط الحشو بالنص، أول شي بنلف أول شي هيك، نرجع نسكرها على الجوانب ونبرمها برا، نبلش نصف بالطنجرة حدنا. يعني بدنا نلف لنا شي 100 ورقة اليوم كرمال تطلع الطبخة عامرة. هيدي ورقة كبيرة نشيل منها شوي. كمان العرق مطرح طلع بدنا نشيله لأنه بطقطق معنا، يعني هيدا الضلع الصغير بيطلع لنا ورقة صغيرة ما بأثر. نحط نص الكمية الرز، بتطلع معنا حبة صغيرة. تمام نحطهم ونصفهم. بدنا نعمل زنود الست كمان اليوم، زنود الست طبعا بدنا نعمل القطر. هيدي طقطقت معنا على طول، يعني هيدي بدها سلق، بس طقطق معكم الورقه يعني بدها سلق زياده، بنرجع بتشيلوها على جنب بنسلقها زياده بنرجع. زنود الست رح نعملها بعجينه الباندومي، الباندومي يعني التوست الطري، بنشيلها طوارفها بنرقها بنرقها بسباتول او انا نسيت اسمه، المهم بالشاوبك بنرقه بالشاوبك، بنرجع بنحط الحشوه فيها رح تكون هي جبنه الكريم تشيز مع الشوكولا الابيض، رح نرجع نقليها قلي. بانتظرونا هلا رح نروح فقره بريك ونرجع
نشوفكم بفقرات التالية. مشاهدينا رجعنا لكم. أنا كفيت بأول فقرة لف ورق السلق، بعد عملنا الحشوة هون شوربة العدس كمان ماشي، عدس بحامض كمان بدنا نكفيها ستيب باي ستيب. هلا اللي بدي أعمله طبعا، أنا بعد ما عملت لها قلية أنا بس حطيت مي عم تغلي، سقطت لضلوع السلق وحطيت العدس. هلا طبعا بدي أعملها قلية البصل والثوم والنعنع اليابس، بدي أحطها كمان معهم وزيد لهم كمان المرق فوقهم. قبل بدي أحط كمان هون المرق فوق ضلوع السلق، لأن بدهم 60 دقيقة تيستووا. رح أقربهم هلا هون، طبعا بعد رش لهم رشة ملح. شام زيت الزيتون طبعا، رح تقلهم بهذا الصحن انا هيك تا ما يفرطوا. هلا رح بلش هلا بالبصل، بدي افرم البصل، بدي اجيب مقلايه حطها قدامي وحط لها زيت زيتون، ثوم، بصل، نعنع، وبلش كمان حط الجزر والبطاطا. شو عم دور الغاز، هون رح حط زيت زيتون، افرم البصل ناعمة، فينا نستبدل الزبدة محل زيت زيتون كمان، بتعطي هيك دسامة ونكهة أطيب، بس طبعا الزبدة دسمة أكتر، بس زيت زيتون ما بيشكي من شيء، صحي أكتر. أهم شيء بنحكي القلية طبعا بالسوبات، وأحلى شيء القلية أهم شيء تنقدر ناخد النكهة. هون زيت زيتون، هذا البصل، نقلبهم على النص، نرجع ثوم الحب، نهرسها قد ما فينا ونفرمها ناعمة، نحط حبتين، كمان رح زيدها فوق البصل، بضل عندي حبة تالتة كمان بدي افرمها واتركها حدي نستعملها مع اللبن والخيار، سلطة اللبن والخيار هيك، توم مع اللبن مع الخيار مع نعنع اليابس، طيبين مع الورق السلق. هيدي هي هون القلية تمام. هلا بدي اقرب حدي جزر البطاطا، بدي زيد انا هون زيت المرق، بدي زيد بعد مي كمان، هلا رح احط الجزر، جزر المقطع، عندي كمان البطاطا مقطعة كيوبات، هيدي الأكلة كل الطعمات هون، البصل والثوم والزيت زيتون والنعنع اليابس هن اللي عم يعطونا الطعمة النهائية، وأكيد
الحامض بنحطه باخر مرحله، الحامض بس تغلي نحس المكونات كلهم استووا، بنزيد الحامض كوب الحامض اخر شيء كرمال تكون كملت اكلتنا او الشوربه. العدس بحامض تكون انتهت، بس اخر شيء الحامض كرمال ما تصير حده والحامض بمرمر دغري. هلا هيدي البطاطا الجزر حطيناه هون، نحن رجعنا ذكرنا انه حطينا 2 لتر، لتر مي اول شيء العدس مع السلق، ثاني لتر هلا زدتهم انا المرق الدجاج، في ما بده مرقه الخضره او ما راح تكون. حطينا الجزر البطاطا وهلا عم بعمل قليه انا، راح طفيهم بالنعناع اليابس وزيدهم على سوب، راح ناخذ نكهه كثير طيبه. هون بهالوقت عندي انا هون اللبن، مثل ما قلنا عندي الثوم الحب رح وزعهم عليهم اللي فرمته ناعم. هون انا اللبن حطيت الثوم، رح احط نعناع اليابس باخر فقره، كمان رح زد لهم الخيار وجرب هيك رخيهم شوي تيصيروا هيك سموسي اكثر، رح رخيهم شوي كرمال ناخذ السلاد الخيار مع اللبن مع الثوم مع رشه زيت زيتون ورشه ملح. هيدي رشه ملح هون عليهم، هيدي رشه زيت زيتون كمان هيك على وجهن. بعد اخر شيء رح زيد الخيار، رح ناخذ نكهه سوبر طيبه مع السلق الورق السلق اللي عم نعملهم، طبعا هي اكله قاطعه لما فيها لحوم. هلا هو اللبن رح احطهم بالبراد انا، رح ارجع هون كفي القليه ونتابع. طبعا نحرك مزبوط، أنا اول ما يدبلوا البصل والثوم رح زد لهم نعناع اليابس كمان هون، هيك تكون شوربة العدس بحامض صارت جاهزة، بس نتركها تغلي تا هي البطاطا اللي فيها نشويات هي رح خليها تعقد. طبعا هلا انا رح اجهز لها البصل والثوم واخر شيء مثل ما قلنا الحامض. هلا زنود الست، زنود الست طبعا دسير لبناني معروف، بس نحن يعني رح اعمل زنود الست بطريقتي. انا زنود الست طبعا في عندنا توست الطري الابيض او الاسمر ما بيأثر، انا بدي اقطع جوانب الحرف، الحرف اللي بيكون قاسي شوي لان انا قلت بدي اعملها بالشوبك بدي امدها بالشوبك، راح اقطع جوانب على كل الميلات بهالطريقه. هون بنشيلهم، فينا نعملهم كروتون، فينا نحمصهم، كمان بيتاكلوا مع السوب ما في شيء بينكب. حطهم انا حدي هلا هون، نجيب الشوبك بدي مدار للعجينة بهالطريقة، أنا بدي أحشيها ولفها أنا قد ما فينا من مد بهالطريقة. أنا قلت بدي أحشيها كريم تشيز وشوية وايت شوكلت، كريم تشيز وشوية وايت شوكلت، وراح أعمل القطر، القطر المعروف صار معمول من السكر، على طول كمية سكر يعني إذا عندنا سكر 500 جرام نصها مي وبنحط لهم كمان عصرة حامضة معهم، بناخذ القطر، آخر شيء رح ننزلهم بالقطر، يعني رح ناخذ كومبينيشن نكهة، مش حاطط قشطة، مش حاطط شيء بيأذي، الكريم تشيز مع شوية وايت شوكليت رح ناخذ هيدي الحلاوة الطيبة، ديسير صغير هيك مهضوم، مع شوية فستق حلبي على وجهن، بكون أخذنا ديسير زنود الست. هون أنا القلية هون صارت تمام، ما بدي أحرقها، ما بدي كرملها، بدي بس نكهة. هلا
رح نزل آلية فوق الجزر والبطاطا وطلوع السلق، هلا رح ينغلوا مع بعضهم، ننزلهم كلهم ما بنترك شيء. يعني ريحة الثوم والنعنع بس ينطبخوا مع بعضهم والبصل رائعة. هون حرك شوي المكونات، أنا مثل ما شايفين الكومبينيشن كلها جزر البطاطا العدس السلق مع المرق اللي حطيناه هون مع البهارات رح تكون سوبر طيبة. هلا بالوقت عم ينتغلى فيه الشوربة، كمان طلوع السلق كمان عم ينطبخوا بدهم 60 دقيقة لأن تيستووا مزبوط. رح هلا اروح بريك ونرجع بنشوفكم بفقرة تالتة تنعمل ديسير نحن وياكم، فرجيكم كيف هالديسير رح ينعمل. نحن رجعنا رح نعمل ديسير هلا يلي هن زنود الست بس على طريقتنا. طبعا زنود الست هي بكون فيها قشطه وطبعا القطر يلي عملناه نحن هلا، بس انا رح احط فيه جبنه الكريم تشيز الموجوده صارت كثير مستهلكه بالبيوت، مشان هيك انا منها رح نعمل ديسير اليوم. وفي عندنا التوست مثل ما قلنا التوست الطري الاسمر، انا مديته بالشوبك بهالطريقه مديتهم هيك تنقدر نلفه. طبعا بدنا توست الطري برجع بذكر مش القاسي. انا شو عملت لفرجيكم اول ستيب كيف صارت، حطيت انا عامل طحين طحين وما كرميه لزقه، رح هلا رح وزعها على الكادر كله وارجع بالنص حط الوايت شوكليت وحط جبنه الكريم تشيز ارجع لفه نرجع ونرجع نقليها هون بالزيت او فينا نقليها بالزبده كل واحد شو بفضل. وطبعا رح ناخذ اخر شيء النتيجه رح يطلع شكلها مثل زنود الست ونرجع نطفيها بالقطر او بيقولوا لها سيجاريلو او يعني شكل على شكل كل واحد يعني في سميها مثل ما بده. نحن مسمينا زنود الست وفينا نسميها سيجاريلو لانه شكلها هيك مثل السيجار. اتس اوكي. هلا انا اول ستيب مثل ما رجع بنقول بنحط وحده بنمدها بهالطريقه بنرجع طحين ومي، يعني ما بدي اياهم كثير يرخوا، بدي انا استعملهم تلزق فيهم لهالديسير اللي عم نعمله. شو بده يصير؟ بنوزع بنعمل هيك زي خفيف على الجوانب مش بالنص طبعا بهالطريقه قد ما فينا، نترك على طول النص فاضي كرمال نحط الحشوة اللي هي الكريم تشيز مع الوايت شوكولات. هيدي تاني خطوة منها، بنرجع الكريم تشيز معروفة الجبنة اللايت، في منها لايت في منها العادية، رح نشيل طبعا يكون عندنا سباتول صغيرة نشيل شوية منهم نحطها بقلبها نتساعد بالطريقة، كمان نفس الطريقة على نص بات فينا نزيدهم شوي نرجع عنا مثل ما شفنا وايت شوكليت المبروش شوكولا الأبيض بيعطيه هيك شوية حلاوة. نرجع بنلف بالطريقة نكبس بنلفها وتصير مبرومة برم، كمان رفقتها نفس القصة بنلف عشان شكلها مثل السيجار مبرومة أو مثل زنود الست. طبعا زنود الست هي بتنعمل بعجينة البقلاوة وطبعا بتنقلب السمنة، يعني هي الشكل بس اللي بيشبهها بس غير طريقة. طبعا نحن هون عنا زيت بننزلها بالزيت او بالزبدة، نحن عم نقلي بالزيت النباتي على نار خفيفة تكون مش كتير قوية كرمال ما تنلدى، نحن بس بدنا نشقر العجينة. هالطريقة
نقلة دائما منتبهين عليها. بجي عاير غاز انا. في عندي كمان وحدة انا عاملها قبل، كمان رح احطها معهم استفيد من الوقت. مثلا لبس تطلع دغري بنطفيها بالقطر، نرجع بنحط لها الفستق الحلبي اللي نحن كمان طحنينه طحن. فعنا هون كمان عدس بحامض صارت تقريبا جاهزة، رح نفرجيكم. بس بضل بدها الحامض نحط لها عليها. بطاطا استوت، الجزر استوى، ما بدنا اياهم كثير هيك تصير هالطة، بدنا الحبة هيك تضل متماسكة كمان. طبعا القطر، برجع بذكركم القطر اللي عملناها، طبعا بدنا على طول نص الكمية، يعني إذا عندنا 500 جرام من السكر بنحط 250 ملي من المي كرمال يطلع طعمتها جيدة جدا. نرجع، وأنا ما حطيت مزهر وموارد لأنه مش عامل أنا الزنود الست العستيل اللبناني، لا عاملين كريم تشيز وكذا، بس حطيت لها هيك عصرة حامض كرمال هيك ناخد نكهة منه. أنا بدي شقرها على كل الميلات طبعا بالملقط، بصير نبرم تشقر تقسى بتصير كرانشي، يعني بصير في قرشة بالعجينة، هذا المطلوب. يعني مثل ما شي منا سوفت، قاسية اخدي لون، يعني هيك لذيذة، بورشن وحدة واحد كافي هيك يستلذ بعد الغداء فيها. هلا انطر انا شوي بنرجع نعمل نكفي الباقيين. مثل ما قلنا توست، اذا عندنا توست يعني صار تقريبا انتو عندكم بطل هيك فريش، فينا نستعملها ثاني يوم ثالث يوم. توست طبعا هي بتنشف، فينا نستعملها نحن ما نكب شيء، نستعملها كديسير. هلا انا رح شيلهم كافي، هلا هيك شيلهم نحطهم بالصحن، نرجع نحط لهم فستق الحلبي. بدي ارجع كمان طبعا بدي اطفيهم بالقطر انا. هيدي هي، رح فرجيكم انا كيف نرجع نلقط البورشن بالطريقه، نغطسها هون بالفستق، نرجع نطفيهم بالقطر، نحطهم بالطريقه. هن جوانب بعضهم مفتوحين، فينا نعمل لهم رشة فستق حلبي. هيك شوية قطر. نسقيها كلها. هودي زنود الست على طريقتي، يعني إن شاء الله يكون هيك يعجبوكم. مكونات هيك بين ايديكم موجودين بكل بيت. انا رح غير الكف انا، نرجع نعمل نكفي الباقيين. كمان عندنا اللبن والمحشي ملفوق، المحشي سلق كمان صاروا جاهزين. هلا رح كفي الديسير، نعمل بعد كم بورشن مثل ما قلنا بطريقه هينه قد ما فينا. بنمد التوست، طحين ومي تتلزق على الجوانب بالطريقة. نرجع بنحط الكريم تشيز ورشة وايت شوكليت هيك تناخد نكهة طيبة. نرجع نشيل تشيز، نحط لهم رشة وايت شوكليت، نلف على القلي. طلعت العجينة نكبوس قد ما فينا تطلع مبرومة شكلها.
هيدي الطريقة، بنرجع ناخدهم دغري على القلب. هلا سقطهم هون. نفس الطريقة كمان بيكون الزيت مش حامي كتير، يعني لازم يكون 320 درجة تا ينقلوا وياخذوا هيك اللون من برا، لأن نحن ما بدنا نسوي شيء، كلهم ما في شيء بخوف كرمال، يعني بدنا نطبخه نحن، نحن بس عم نعطيهم كفر للعجينة تصير هيك كريسبي وكرانشي. مثل ما شفنا هلا فينا لبن حاطينه بالبراد، لبن مع الثوم والنعنع عملناهم، رح نقدمهم مع الورق السلق. هلا انتظرونا للفقره النهائيه ونشوفكم، نشوف كيف برزنتيشن وندوق نحن والصبايا. انتظرونا قرب وقت الغداء. مشاهدينا وصلنا لاخر فقره من مورنينج توك، وانا صرت شفت انه الطبخه كلها صارت جاهزه، العدس حامض، الملفوف سلق مزبوط، وفي دسات كمان. لا مش ملفوف، ورق سلق، محشي سلق. محشي سلق اوكي، وعنا الزبدة اللي ملفوف. صح صح، ما هيك قصدي، في دسات اللي هو زبدة الست، زبدة الست على طريقتنا، وخبرنا انه حنساعده فيهم هلا، لانه بدنا نتعلمها لهيدي. بس خلينا قبل خلينا نكفي هيك الست. انا هون حطينا محشي سلق، حطيت كم بورشن من تحت اوكي، حطيت فوق اللبن اوكي بس، والنعنع. لبن ونعنع، لبن متوم شيء؟ اكيد اكيد، يعني هيدي بلا ما تقولها لازم دغري بس يشوفوا هذا الشكل نعرف انه متوم. هاي الاكله التقليديه. فعندنا هون اللبن لحاله، فينا نعمله سايد هيدا مع ال مع اللي يلي ما بحبه. ملفوف سلق، خليني على ملفوف سلق انا. انا شايفه في سوب كمان، وفي عندنا سوب العدس حامض. بدي كمان بس هون بدي اجيب خيار ازيد لهم اياها. شو بدك تزيد لهم؟ شاي بدي زيد خيار على اللبن كمان، احط لهم خيار، يعني اذا بحب، في ناس ما بحبوه مع الخيار، بس نحن رح نزيد له خيار وحده منهم مع اللبن وخيار وثوم ونعنع يابس، وحده منه بلا خيار. هلا اخر شيء بنزيد. تمام، وفي عندنا هون مثل ما قلنا لفينا الدسات. بس شايف حبيت كثير زنود الست كيف شكلهم. يس، رح نعمل هلا كمان بعد نعمل اثنين. جبنا توست الطري، توست الطري مزبوط، مديناه بالشوبك صحيح، وحطينا بقلبه. انت قشطه هون عم تستخدم؟ نو هو كريم تشيز، جبنه الكريمه. اه اوكي، هيدي زنود الست على طريقه، على طريقه شفادي. وي لانه زنود الست قلبها بيكون في قشطه عاده، بيكون قشطه، بيكون عجينه البقلاوه، يعني عجينه البقلاوه. صح صح، اوكي رح هلا اول شيء سوري بس قبل طحينه، في عندنا الطحين والمي، بس هيك شديناهم شوي كرمال هاي لتقدر تطبق على بعضها. صح، تطبق على بعضها، بنوزعهم هيك على الزوايا بس كرمال تلزق. هلا بس بيعني انه هون الكريم تشيز ما في سكر؟ نو يعني نحن حنستخدم القطر لنحلي. صح القطر، وانا حطيت شوي وايت شوكليت عليهم بقلبه. اه كمان هول البريق البرشون كرمال هيك وايت شوكليت بحلي شوي، بحلي شوي. هلا ما بده قطر فينا، لان انا اخر شيء عم حط القطر. بس نقلي، عم نقلي بالزيت النباتي كمان، يعني هلا بتعرف انا شو بيلبق معه، لانك عم تستعمل كريم تشيز، بيلبق مع العسل. وي فينا فيها تتاكل نيه. بس انه زود الست هي اصلا بقطر مصر. مظبوط، يعني ما فينا، ما لنا قشطه يعني هيك. هلا فينا مثلا بالعجين التوست الطريه فينا ندهن عليها الكريم تشيز مع الوايت شوكليت، ومش ضروري لا نقليها ولا شيء، فينا فوتها شوي على الفرن اوكي، بتدوب الجبنه وبتعمل بتاخذ شوي كرانشي، بتصير هيدا وبتمشي بيمشي حاله. بس هلا لانه نحن عاملينها كديسير مضطرين نقلي ونحط. حتى فيها تكون مثلا انا بشوفها بتتقدم بطريقه مالحه. صح، يعني فيك انت اذا ما حطيتي لها قطر تصير اتس لايك كريم تشيز راب، ما في شيء فيه سكر. لا مش حاطط لها سكر، سو انت يا عم تحطي يا فيك تقدميها مع عسل. وهيدا الجوانب شو فيها؟ لا طحين ومي، لا طحين ومي تتلزق. نحن عم نلفها بتتقدم مالحه. هلا هون عم بحط وايت شوكليت، صارت شوي فيها. صح اوكي، رشي انجلي سو فينا تو سكيب هي، بنقدمها ساعتها. انا بفضل ما احط سكر باودر، حطينا الوايت شوكليت كرمال. ايه بتضلها بتعطي يمكن نكهه شوي، بتعطي فاليو اكثر. هالطريقه هلا بدنا نقليهم صح؟
هلا في كمان هيدي الطريقه فيها تكون مثلا مثل فيها تكون ابيتايزر مثل ما قلتك شيء إيه مالح حط فيها صومون حط فيها الكروفات يعني كل شيء بيلبق مع فيها يعني فيها تكون 100% مع هيدا الكريم 100% مع الكريم كمان تزبط منا غلط. هلا حمينا الزيت حمينا ورح الزيت يلا لحظه خليك شافته اوصل عند الفرن شكل هيك بيصير اخر شيء يعني نحن اوريدي حضرنا بورشن هون ايه لا ما في رواية يعني باخذ احتياطاتي انا صحيح انا ما تطلع ريحتي بدك نسكب العدس بحامض يلا نسكب السوب بهالوقت العدس بحامض سهله شايف ذكرني بالانجريدينتس العدس بحامض اول شيء انا سلقت العدس ايه. ودلوع السلق اوكي مع كم ورقه ايه. اوكي رجعنا عملنا قليه من الثوم وزيت زيتون والبصل وحطيت لهم كمان نعناع يابس ورجعت زدت المرق عليهم وحطيت البطاطا والجزر وشوية ملح اخر شيء البطاطا والجزر بدنا نحط الحامض بقى نحن ما حطينا حامض شايف بدك اخر شيء حطيت البطاطا والجزر اوكي هلا نحط حامض شايف فادي اخر شيء حطيت البطاطا والجزر لاخر مره عم بسالك ركزوا معنا البطاطا والجزر اخر شيء حطينا اخر شيء عشان بدل ما تنسوا كرمال انا اول شيء برجع عيد اول مرحله حطينا لتر من المي وسلقنا العدس ايه. والورق السلق اوكي ودلوع استوى مزبوط رجعت زدت انا لتر من المرقه ورجعنا حطينا البطاطا والجزر وتركتهم تيستوى البطاطا بس انا ما بدهم اياهم كثير يعني نتركها مايا انت ما عرفتي هي اسمها عدس حامض اوكي والحامضات بالبراد كانوا ناسيين الحامض فهو كرمال هيك وقتها سالتي انت راح دغري على الحامضات لان ايه هربت انا هرب دغري للجبل اوكي انا ما ذكرنا كل شيء كنا عم نسكنها بالصحن وهي ما فيها الحامضات عم نذكر كل شيء اصلا الحامض بينزيد بالاخر مع العدس ايه ضروري يعني هي ما بينزيد طيب قبل هيك ايه هلا ليكي اتس ميكس لا الحامض هو اخر شيء ماما وقتها تعمل شيء في حامض تغليبه بحامض يعني لازم يغلي بحامض ليتشرب النكهه وانت يقعد حسب التيست اذا بدك زياده ايه بس باخر شيء يعني بس اخر ستيب هذا قصدي ايه اخر ستيب يعني نحن ما تاخرنا بدك تغليها شوي ولا منسكب يلا اذا بدي لك اياها انا يلا هيك شو حطينا بهارات هون هون حطينا 7 بهارات اونلي ورشه ملح اوكي القلية بزيت الزيتون عملناها زيت زيتون ثوم ملح كثير منيح وبصل ونعناع يابس شايف هذا بدك نقلبها؟ نضفها شوي لا ايه بالملعقة إذا بدك مية نضربها شوي خلي عنا اوبس سوري بسيطة بسيطة ما صار شيء ما صار شيء بعدني عن الغاز ليك تعي كفي هيدا اترك القلية للشاف شايف ليه قلت لي برميهم شو كان فادي بهالشغلة انا ما بقرب على الغاز يلا بسيطة هلا ليك على كل حال اللي صار خلينا ناخذ منه عبرة بانه ببيوتكم دائما بس تكونوا عم تحموا زيت لازم وقتها تسقطوا الشيء شايف صلح لي اذا عم بحكي بس هي بس هي قبل كفي الفكره انه انت وعم تشتغل بالزيت ما تعلي ايدك خلي ايدك واطيه لما يطرطش اول شيء لازم تكون الايد واطيه والراس على طول عالي يعني راس منه فوق فوق الزيت او فوق هذا لازم على طول هلا مايا كانت هيك عامله انا عامله بس هي نقزت على الصوت لما يطرطش بس هيدي هي سلامة قلبك بس هي لو كانت مقربه بطريقه غلط يعني معناتها طب هيك كسبت حدي انا صار حدي هذا صار فينا ناخده شاف على التيستينج هو هذا خلاص يلا خلص لا انا بعدني نقزانة صراحة ما بتحكي ايه بتنقز ليكي قصة الزيت مش سهلة في لا ليكي ما صار لي شيء بس انا لما اعمل هيك خفت يا ما ناس صار معها اكسيدنس من ورا الزيت لانه ما بيتعاملوا معه بطريقة صح صح بعدنا نجيب بعد صحن ثاني رهف كرمال هلا هو اللي جاهزين للتيستينج كلهم بناخذهم يعني نعم هول الملفوف السلق شكل ملفوف السلق هو ملفوف anyway يعني هون حطينا بس رز بقلبه صح يعني نحن وصفتنا نباتيه صح كيف بتنعمل هي الحشوه كيف الطبوله بس محل البرغل رز مصري كمان هون ما في بقلبه بقدونس ويه اوكي انا ما كثير بحب البقدونس هلا بقلب نكهه بقلب الحشوه بقلب الحشوه الورق سلق صح
واللبن كمان بناخذهم وياه. يعني رهف عم عزبك هلا حالك. ما هذا سبور ها؟ ايه مش غلط. هيدي السوق كمان. يلا انا خلصت هروح اقعد حاجتك رهف. يلا تعال. شوف شو صار بايدي. تاخذي الموقع الاستراتيجي هون ما بقى تتحركي. انا غيثانة على ايدي هلا. شاف انتبه. اوكي انا رح خلينا نجيب الكلينكس لحظة. بس خليكي خليكي عندك. تفضل. هذا السوق. اوه والدسات كيف تركنا؟ يا حطيت لهم قطر لهول شاف خالصين؟ ايه حطيت لهم قطر هلا فينا نزيد على جنب بعد. لكن مثل ما شفتوا صار اطباق. في عندنا اثنين بعد هون انا رح زيدهم. شو هن شاف اللي قليناه هون؟ ايه لحرقوني؟ لعذبوكي لحرقوني؟ ايه طب شي على ايدي شوي؟ هلا هول خلينا نحطهم هيك. إذا بدك هيدا كمان لنقدر. لا حطيه عندي كمان. بدك هيك؟ القطر؟ لأنه ليك شو بدي أعمل. سلم إيديك شيف. يعني عن جد كيف كثير ناس بيقولوا إنه النبات ما عنده كثير أوبشنز، أنا بشوف بالعكس عن جد. كثير. وهون يعني وجبة متكاملة هي فيها بروتين وخضرة. كنت عم اقول له بحلقه امبارحه انه انا كثير عم بحب الاكل ما فيه لا لحمه ولا دجاج. هو منيح الواحد يريح من مره من لمرتين فترة بالاسبوع واحد لا يقدر كمان الجسم ينظف حاله. اوكي يعني طبق لبناني بامتياز هيك بدفي وخالي من ما في دجاج ما في لحوم. هيك نعمل ريكاب نبلش من اول طبق. عندنا عملنا اول شيء نحن الحشوه تبول السلق المحشي سلق. طبعا هي بتشبيها كثير للتبوله بس محل البرغل بنحط رز بس اكيد كميه رز يعني اذا بدنا نص كيلو كوب من الرز بده نص كوب من البندوره المفرومه نص كوب من البصل الناعم وفي عندنا طبعا البقدونس وحطينا زيت وحامض وملح وسبع بهارات فيري هيلثي. هيدي هي ورجعنا سلقنا الورق السلق نغصون وسلقناه هون وحطيناه ولفيناه هون كيف بلفوا ورق عريش او بلفوا الملفوف محشي ملفوف نفس الطريقه. هلا رجعنا بكعب الطنجره حطينا الضلوع السلق والبندوره وصفيناه هون وطبعا بنتقلهم على طول بشيء ولتر من المي مع رشه ملح كمان بيمشي الحال. عندنا السوب اللي هي العدس حامض المشهوره مع الخضره يلي كمان اول شيء سلقنا طبعا العدس مع الضلوع السلق رجعنا عملنا قلية ثوم وزيت ونعنع يابس وحطيناهم فوق ورجعنا ردنا زدنا المرق تبع الدجاج او مرق الخضره الموجود بين ايديكم ورجعنا اخر شيء حطينا عصره الحامض كنا نسيناها. كل واحد بزيد حامض قد ما بده بس حسب الذوق. اخر خمس دقائق بس تكون الطنجره يعني خلصت. تمام. وفي عندنا هون اللبن مع الخيار، في عندنا ثلاث فخارات، اول نص صينيه فيها لبن اونلي مع الثوم والنعناع. تحت حطينا السلق. تحت حشوة السلق. حطينا السلق، لا ملفوفين مثل هون، ملفوفين، حطينا اللبن فوقهم والنعناع يلي بحب هيك، انا من المحبين بحب زيت زيتون وانا بعد زد لها كمان خبز محمص فوق، انا هلا صارت فتت سلق. يعني يعطيك العافية يا شيف، يعني فعلا اطباق لبنانية بامتياز وكثير طيبين، مثل ما من العادة انكم مشاهدينا شيف فادي عامل لكم ريكاب لكل شيء، بس اذا بدكم تشوفوه عم يعملها ستيب باي ستيب فيكم تحضروها على فيسبوك انستغرام او على الابلكيشن والويب سايت تبعو ال بي سي اي. كمان مايا اليوم علمتنا شيء جديد انه لازم نحن ننتبه نحن عم نقلب. هلا يا ريت مش انا اللي علمتكم اياها، تعلمتوا بحدا ثاني بس هلا اتس اوكي. بس انه عن جد ضروري جدا انه رهف حكيت شيء ونحن حكينا انه على طول ضل راس بعيد عن طنجره وعالي كرمال لا سمح الله طرطش الزيت لانه على طول نحن كل شيء بيصير عنا بمورنينج توك نطلع منه بافاده دائما بس ما تطلع الافاده طلعت مايا الضحيه لا سلينا بعدتي ما لا لا ما صلش شوي ايدي هلا بنشوف شو بنعمله. ثانك يو شيف. ميرسي. اسبوع موفق بنتمنى لك. شكرا لكم كمان وان شاء الله تكون بدايه اسبوع جديد. وانتبه بالتنقل على الطرقات وانتم كمان مشاهدينا يعني هيدي اكثر مسج انا عم حاول شدد عليها بكل حلقاتنا لانه طرقاتنا منا مجهزه مثل العاده مثل كل سنه دائما بصير في حوادث من وراء المطر وكيف عم يتجمع بمطارح معينه فما عليكم الا تخففوا السرعه وتدوروا المساحات وكمان الهيترز كثير مهمين للازاز مشان الرؤيه لما يصير في غباشه وهيك بكون خلصت حلقتنا وما تنسوا تحضرونا بكره بنفس الوقت من الساعه 8 لساعه 2 باي 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 صحتين ثانك يو ميرسي شفتك العافيه انا هيدا عودتك